بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلاب صف ثامن، نتكلم اليوم إن شاء الله عن الباب الثاني، مجال القرآن الكريم. ودرس اليوم إن شاء الله هو من سورة نوح، تلاوة وحفظا من الآية رقم 1 إلى الآية 6. المجال الأول القرآن الكريم وعلوم. بداية أبنائي الطلاب، نتكلم عن أهداف الدرس اليوم. أن يطلب الطالب الآيات من 1 إلى رقم 6، من الآية 1 إلى الآية رقم 6 من سورة نوح تلاوة صحيحة. أن يفسر الطالب معاني المفردات الواردة في الآيات. أن يحفظ الطالب الآيات من سورة نوح من الآية رقم 1 إلى الآية 6. سورة نوح هي في الحفظ. نبدأ بالتهيئة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه الإمام أحمد. أبناء الطلاب، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل صاحب القرآن، وأنه يقال له يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد منه أهمية حفظ القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ونتعلم منه أيضا المنزلة العظيمة يوم القيامة لصاحب القرآن أو من يقرأ القرآن. سورة نوح من السور المقررة علينا حفظها. نتعلم في هذا الدرس إن شاء الله تلاوة سورة نوح تلاوة سليمة. نتعلم منها معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآيات، حفظ السورة الكريمة غيبا حفظا صحيحا وسليما. ماذا نعرف عن السورة الكريمة؟ نعرف عن السورة الكريمة سورة نوح أنها سورة مكية، وعدد الآيات 28 آية، وقد تناولت قصة نبي الله نوح عليه السلام مع قومه، في إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه الداعية من الصبر والثبات والجهاد في الدعوة إلى الله عز وجل. سورة نوح سورة مكية، عدد الآيات 28 آية، وتتكلم أو المحور الرئيسي في هذه السورة قصة نبي الله نوح عليه السلام. أيضا في هذه السورة بيان لسنة الله تعالى في الأمم التي انحرفت عن دعوة الله تعالى، وبيان عاقبة المجرمين في شتى العصور والأزمان. هذه هي المحاور التي تدور عليها السورة الكريمة. أبناء الطلاب، هذه هي الآيات المقرر حفظها وهي من سورة نوح. نستمع إلى الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا
فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. صدق الله العظيم. أبنائي، هذه الآيات المقرر حفظها في حصة اليوم، فمن يقرأ الآيات قراءة صحيحة مراعيا فيها أحكام التلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الذي استمعنا إليه في التهيئة، يقال لصاحب القرآن أو لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت تقرأ في الدنيا. وأن الله أمرنا في القرآن فقال: ورتل القرآن ترتيلا. أقرأ الآيات مرة أخرى لعلنا نستمع إليها، ثم نقرأها قراءة سليمة، ثم نحفظها بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. هذه هي تلاوة الآيات. بعد ذلك أبنائي الطلاب أن نفسر معاني المفردات الواردة في الآيات. فما هي المعاني الجديدة التي وردت في هذه الآيات؟ أجل، أن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء. إن أجل الله إذا جاء معناها وقت مجيء عذابه سبحانه وتعالى، أي وقت مجيء عذاب من عند الله عز وجل. لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ومعنى الكلمة الثانية: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. معنى كلمة فرارا أي هروبا ونفورا. يعني معنى الكلمات في هذه الآية: كلمة أجل الله أي وقت مجيء عذاب الله سبحانه وتعالى، فرارا في قوله فلم يزدهم دعائي إلا فرارا أي هروبا ونفورا. أبنائي الطلاب، يعني في هذه يعني الدرس أو في هذا الدرس قرأنا الآيات وتعرفنا عن بعض يعني الصورة الكريمة أو المحور الرئيسي الذي تدور حوله الصورة وبعض معاني المفردات، ثم بعد ذلك حفظ هذه الآيات حفظا صحيحا سليما خاليا من الأخطاء. نستمع من بعض المقرئين إلى هذه الآيات مع بعض الصور ومعاني المفردات بشرح توضيحي أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني
لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا بهذا أبناء الطلاب يكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم وهو تلاوة الآيات من سورة نوح من الآية رقم 1 أو من بداية السورة إلى الآية رقم 6 إن شاء الله نستكمل في الدرس القادم أو في الحصة القادمة ما تبقى من هذا الدرس هذا وبالله التوفيق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا أبناء الطلاب.